ونفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي برضو بيقول ان في لاعب اخر مزور. خلينا ناخد واحد من اهم كمان صناع الاجيال في السنوات الماضيه، واحد من اهم ان لم يكن الاهم وان لم يكن الافضل، هو الكابتن ايمان محمدين، رئيس قطاع الناشئين لسنوات كتيرة جدا جدا في إمبي وفي الاتحاد السكندري. وهو لو عايز يعني تعرف أجيال كتيرة جدا ومرت بعد كده سواء في إمبي أو في الأهلي أو في الزمالك، مين اللي طلعها ومين اللي صنعها ومين اللي اختارهم، أسماء ونجوم دلوقتي في الكرة المصرية. الراجل اللي معانا على التليفون دلوقتي هو اللي كان السبب الرئيسي في تقديمهم إلى الكرة المصرية وللإعلام وللسلم الأول في المجد والشهرة للاعبين كتير جدا جدا يعني. كابتن إيمان برحب بيك. كابتن إسلام، أولا بشكرك على المقدمة. لا ده حقك ووضعك الطبيعي كابتن إيمان. طبعا نتمنى نكون ضيوف خفاف على مشاهدينك الكرام، وانا تحت امرك. لا قول لي يعني، خلينا يعني هرجع مع حضرتك للواقع الاخيره. هو تمام. اتحاد الكوره دلوقتي اعلن ان النادي الاهلي هو الفائز بالبطوله في الوقت اللي بيعترض فيه نادي امبي، فقول لي الامور وصلت لفين، والاعتراض هل على اللاعب دوت بس ولا على حاجه ثانيه؟ طيب خلينا نتفق ان دي مش الواقعة الاولى اللي يحصل احتفال في مكانين او في مكان واحد ببطولتين. حصلت قبل كده مع الاهلي والزمالك، وحصلت قبل كده مع طلائع الجيش والاهلي، ودي الواقعة الثالثة اللي يحصل نفس الكلام. اولا بدء زي بدء كده، النادي الاهلي متقدم في البطولة بثلاثة بونت وعدد كبير من الاهداف. نادي انبي وصل في المرحله بتاعه الدور الثاني بقياده الكابتن معتز واداره الكابتن عماد جابر لقطاع الناشئين، وانت عارف ان مستر ايمن شريعه يمكن بيراهن على قطاعات الناشئين ومتولد الملف ده، وامله الكبير قوي ان هو يعني يستثمر فيه ويصعد لعيبه، يعني لقى غايته في هذا الامر، فهو متولي الموضوع على عاتقه شويه، بدليل انه راح للولاد ونظم لهم معسكر ليله المباراه وعمل لهم قعده لطيفه ووعدهم ببعض المكافآت. وكونك انك بتلاعب النادي الاهلي او نادي الزمالك في حد ذاته فهو فرح لنادي انبي، لانك بتلعب مع قطبين كبار في الكره المصريه، ودي حاجه ما بتزعلش يعني. فما دارك بقى انك انت لما بتكسبهم او بتتقدم عليهم في بطوله او في مباراه، دي ما بتقللش من قيمتهم، لكن هم هيفضلوا انديه عريقه ونخلتين كبار في الكره المصريه. نرجع للموضوع، نادي انبي كان عنده شك في احدى اللاعبين اللي بيلعب في النادي المصري، وارجو ان برضو اداره نادي المصري ما تزعلش. احنا كلنا تعرضنا لهذه الكلام من لعيبه، سواء باجراءات ورقيه مش مظبوطه او الى اخره. خلينا نمشي ان الموضوع قيد التحقيق، لكن هنتكلم على انه نادي انبي شك انه في لاعب لعب مع النادي المصري، وقبل كده تم الشكوى فيه الموسم الماضي في النادي الاهلي، تقدم بشكوى فيه انه هو بيلعب ومثل النادي المصري في مباراته مع الاهلي اللي خسرها، والنادي الاهلي طالب انه اللاعب ده مقدم ضمن مسوغات القيد ورقه بتقول ان هو في مدرسه، وهذا اللاعب مش موجود في مدرسه. وبالتالي هو اخل بند من بنود القيد الاداري. وثبت هذا الكلام واستحق النادي الاهلي الثلاث نقاط، وتم سحب البطوله من نادي طلائع الجيش، والنادي الاهلي احتفل بيها وكذا. فنفس الواقع النادي انبي شك في نفس اللاعب ده، بس مش في صحه قيد ورقه وصحه مواليده اصلا. لو هقدمك مقدمه بسيطه كده، اللاعب دون عنده ثلاثة أو أربع إخوات كلهم اتولدوا وتم التبليغ عن قيدهم وموالدهم في منطقة من 7 أيام لـ9 أيام. اللاعب ده تم تسجيله
بعد 13 سنة من مولده. نعم. يعني تم قيده. هنفترض أيوة. ان هو زي ما هو مقدم ورقه بيقول انا مواليد 2003، فتخيل انت ولي امر او سيده فرحانين بطفل جابوه، فهيروحوا عايزين يجيبوا شهاده ميلاد ويصوروه بس طبيعي. اكيد. فهيجيبوا شهر مثلا. اكيد. فده جابوا 13 سنه. وبعدين ساب منطقه الوسطى اللي هو كان بيلعب فيها في بني سويف وجي طلع يعني ثواني بس كابتن امام، يعني هو تم قيده وهو عنده 13 سنه، يعني تم استخراج شهاده ميلاد ليه وهو عنده 13 سنه. هو مقدم شهاده ميلاد في 2016 بتقول ان تم مولده 2003، رغم ان اخواته السابقين اللي قبله في القيد تم قيدهم بعد من زي ما انا اشرت لحضرتك من 7 لـ9 ايام. لكن ده اتاخر قيده ل 13 سنه. طب سؤال، هو الولد ده تم قيده في منطقه بولاق الدكرور الجيزه. طب حلو قوي. هو الولد ده مش كان بيروح مدارس ولا لا؟ لا للاسف. ما بيروحش اصلا. دي النقطه بقى يا كابتن اللي دايما اللي الاهلي كسب بيها البطوله السنه اللي فاتت. ان هو قدم ورقه مدرسه، يعني هو تقدم بتزوير رسمي في انه قدم ورقه مستند بيقول انه في مدرسه. النادي الاهلي لما بحث في هذه الشكوى لقوا ان هذا الولد مش في مدارس والورقه دي مزوره. من غير ما ندخل في تفاصيل تخص اداره النادي المصري، نحن لا نشكك في النادي المصري او النادي الاهلي او اي لا يعني بعيد عن الاداره. تبقى واضحه بس، لان انت عارف الانديه دي وخاصه الانديه الجماهيريه الكبيره زي الاتحاد زي المصري زي الاسماعيلي، يعني الكلام عليهم لازم يبقى باحترام وبالقيمة أكيد. اللي هم يستحقوها يعني. الولد دون طبعا لما احنا شفنا الورق دون او الادارة الادارية عندنا متمثلة في الكابتن وليد رمضان، وده مدير اداري يعني متميز في النادي، اتقدم للاستاذ ايمن شيرار رئيس النادي ان احنا عندنا قصة كذا كذا كذا، انت طبعا لازم تاخد الاذن عشان هل تمشي في الاجراءات دي ولا لا؟ الراجل قال لك لا، اذا كان لينا حقوق ناخدها. ايوه. قدم شكوى مرفقه بالاوراق دي، ثبتنا الكلام دون، مدمج فيها كل الكلام ده. حصلت الواقعه ان بتقدم بالورق بعد ما استكمله، يعني هو لو الورق مستكمل من بدري كان بتقدم من بدري قوي، لان الواقعه دي تمت في شهر 2. لكن بيقدم ورقه من حوالي اسبوع قبل المباراه الختاميه دي بحوالي 5 6 ايام، منهم يومين الاجازه الرسميه في الاتحاد، فيمكن تاخر النظر في الموضوع. كان ممكن يؤجل، كان ممكن يؤجل المباراه لحين بحث الشكوى او لعب المباراه مع الاستبيان انك انت هذه المباراه نتيجتها لا تحدد البطل الا بعد البحث في الورق الاصلي اللي متقدم ده. لكن هو الاتحاد طبعا بعد الهيصه اللي حصلت والاعلام نور فيها قوي وخاصة المباراة كانت مذاعة. الاتحاد طبعا استجابة للضغوط الإعلامية طلع جواب. هو أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، هو ليه اتحاد الكورة طالما الموضوع قيد التحقيق، ليه اتحاد الكورة استعجل ونسب أو منح النادي الأهلي البطولة؟ يعني أنا مش عايز أقول النادي الأهلي مثل ضغط أو خلافه، لكن من حق الأهلي دافع عن نفسه. سواء بقى تحدث في انه لازم الموضوع، لكن هي طبقا للوائح وطبقا للعرف اللي انتهت اليه المباراه من غير النتيجه بتاعت المصري اللي احنا شاكين فيها دي، يبقى النادي الاهلي بطل الجمهوريه. لكن كان لازم بحث شكوى انبي الاول عشان بالزبط. ما يدخلش في صراعات ومشاكل ما بين ادارات زي المصري وزي النادي الاهلي وزي انبي، وانت عارف ان العلاقات مهمه قوي في الوسط بتاعنا، مش ناقص يعني خربشه زي ما بيقولوا يعني. ما علينا، احنا الولد ده تم قيده في 2016 بعد 13 سنه من ولادته، وتم قيده في منطقه بولاق الدكرور في الجيزه رغم ان هو مواليد الوسطى بني سويف. وبالتالي انا هقول لك حاجه هي مش شبهه، لكن في الغالب اللعيبه المزوره او اللعيبه المسننه او اللعيبه اللي بتلعب لعبه زي دي يا اسلام ما بيقدرش يجي في منطقه القاهره ويلعب. لان احنا في القاهره الاهلي الزمالك انبي المقاولين دجله الانديه الكبار في المنطقه دول
بيتحروا تحريات ولا المباحث في قيد لعيبتهم، لان الشغلانه طول السنه احنا بنشتكي بعض وعينينا على بعض. يعني الاهلي لما بيخسر بطوله، وقد حدث السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها، كان فتره انا كنت في الاتحاد، انه انبي كسب بطوله 2008 والاهلي اشتكى لعيب في انبي ان هو سنه مش مظبوط، لانه كان سبق عندهم ومشوه او حاجه من هذا القبيل، ثبتت صحه اللي قالوه، تم سحب البطوله من نادي انبي، ونادي انبي ما اعترضش. ده بعد ما كان اتحاد الكره، بعد ما اتحاد الكره منح البطوله، منح البطوله لانبي. طب انا بس انا فاكر ان برضو كان في وقع مماثله كابتن امام، حضرتك اللي تفتكر، واتحاد الكره علق النتيجه او علق تحديد البطل وقتها. والله هو الاتحاد بيعلق على طول للاسف. يعني للاسف الاتحاد بيعلق على طول. انا الكابتن علاء نبيل زماننا المحترم مدير فني لاتحاد الكوره، مدير فني لاتحاد الكوره المصري، ابان تولي مسؤوليه نادي المقاولين العرب في الناشئين، كان جاي شايل سيفه وعايز يعمل انجازات وبتاع، فبرضه تحدث كتير في موضوع التزوير والتسنين، واشتكى لعيب في انبي كان بيلعب في منتخب المنطقه وسافر مع المنتخب اليابان، لعيب ده اسمه جودة، ربما يكون شكوته صحيحه او غير صحيحه، لكن خلينا نتفق انه في الاخر انت بتروح لجهه التحقيق. انا عن نفسي مسكت الولد ده وخدته في ايدي، وكان بصحبتي الاستاذ تالي كامل صحفي المعروف، ورحنا قابلنا احمد مجاهد في اتحاد الكوره، وقلت له خد اللعيب ده، في شكوى بتقول بتقدمها من الكابتن علاء نبيل بيقول انه مزور، لو هو مزور احنا ما عندناش مشكله في انبي انه يتم الكشف عنه، لان احنا مؤسسه كبيره لا نرعى هذا الكلام ولا بننبسط بيه، بالعكس اللي بيغلط عندنا غلطه في انبي، احنا بنتبع وزاره كبيره في الدوله، الغلطه بجون زي ما بيقولوا، يعني لو الاستاذ ايمن الشريعي اذا ثبت انه اداري عندي اخطا في حاجه ثاني يوم هيقعدوا في بيته، هو شخصيته كده. ما تقولش بقى سماح يا مش ما فيش الكلام ده. فبالتالي كل واحد بيجري يسعى في الكلام ده. انا خدته وديته للاتحاد يا اسلام، كان من الاستاذ احمد مجاهد وحي ان يرزق يقدر يرد على زي، قال لي بقول لك يا كابتن ايمان ما فيش فايده، نص لعيبه مصر مزور يا فندم. طب انا عايز فعلا عشان يعني احمد مجاهد قال لك كده؟ هو حي قال لك نص. ايوه طبعا انا بتكلم في حد ذمه الله، لكن قال لك نص لعيبه مصر مزوره؟ قولا واحدا قال لي باللفظ كده، قولا واحدا، وهو رئيس اللجنه المؤقته في اتحاد الكوره. انا رحت له مكتبه في اتحاد الكوره المصري، واللعيب ده اسمه جوده وبيلعب حاليا في نادي فاركو، فما دلوقتي موجود في نادي فاركو. فما كان مننا في انبي، لانه كان زاد قوي الرغي في المسننين والكلام. أيوة. ده واللعيبه دي كبيره وكده، فاحنا اجتمعنا في انبي ورصدنا خمس لعيبه، قلنا ربما يكونوا دول مسننين او شكلهم بيدي الانطباع ده، لكن اوراقهم المقيده اداريا عندنا سليمه. مجلس اداره نادي انبي المحترم قال لك لا مشيهم. ده كان في عهد مين يا كابتن امام؟ اعتقد الاستاذ زكريا ومصطفى الامير، يعني او الاستاذ ماجد نجاتي، مش متذكر مين. لان هم كانوا كلهم من القيادات في الشركه والحاجات. أيوة. دي بتسيب تاثير سلبي، فرفضوا الكلام ده. قال يا كابتن امام الخمسه دول لو هم هيجيبوا كاس العالم الانبي مشيهم. مشيناهم. انا ممكن اقول لك هم بيلعبوا فين دلوقتي؟ قول لي. لا يعني قولي. احنا يعني الخمس لعيبه دول واحد فيهم مشي راح اف سي مصر وبعد كده راح العبور، اسمه احمد حسن. تمام. لعيب تاني بيلعب حاليا في ده بيلعب فرق في فرق مواليد كام يا كابتن؟ وحصلت عليه مشكله اعتقد ما بين العبور والشرطه. ده بيلعب مواليد كام يا كابتن؟ مواليد 2001. 2001. ولاعب تاني اسمه السيد الغزيري وحاليا بيلعب في الزمالك. اسمه ايه؟ مواليد 2004. السيد الغزيري. سيد ايه؟ السيد الغديري. الغديري بيلعب فين؟ بيلعب في الزمالك. في الزمالك 2004. ماشي. واللاعب الثالث اسمه عبده عبد الراضي، واللاعب الرابع جوده اللي انا كلمتك عليه ده. عبده عبد الراضي ده فين يا كابتن؟ ده من الجيزه.
وبرضه كان في شك في مواليده. فاحنا النادي خد قرار مشى الاربع لعيبه دول. الرابع مين؟ بيلعب قدامنا، بيلعب منهم ثلاثه دلوقتي قدامنا في انديه. لا الرابع مين يا كابتن امام؟ احمد حسن. احمد حسن وسيد الغديري وعبده عبد الراضي. عبده عبد الراضي وجوده اللي انا رحت بيه، اللي انا رحت بيه لاحمد بنجا. جوده ده في فاركو دلوقتي. جوده بيلعب فاركو، سيد غديري بيلعب في الزمالك، احمد مش عارف بيلعب فين، اعتقد احدى انديه الدرجه الاولى او كده يعني. وما كانش في اثباتات عليهم بتزويق. ده دول ده دول اللي خرجوا من انبي وتم اكتشافهم، ده في يعني حالات زي ما قال لك احمد مجاهد كده كتيره جدا يعني. طبعا هو عارف احمد برضه. لا ده انت محتاج حلقه كابتن امام حبيبي يا اسلام. لا بجد والله انت محتاج. من غير ما ندخل في خلافات، نادي الاهلي قيمه كبيره قوي يا اسلام في مصر طبعا، ومن حقه يبحث عن حقوقه، وما احناش في طرف. واذا كان الاستاذ ايمن تقدم واتكلم في هذه النقطه فهو برضه بيدافع عن حقوقه وحقوق المؤسسه اللي هو بيترأسها. انا متفاهم هذا الامر، لدينا علاقه ولا تقدر تجيب سيره المصري. النادي المصري ده حاجه عريقه وجميله جدا اكيد، واحنا بنحتفظ بحبنا ليه وحلمنا فيه كان دايما. لكن انت بتدور على حقك انت كنادي كنادي ايه؟ الانديه الجماهيريه يا كابتن اسلام لازم تقف قدامهم تعظيم سلام اكفحهم، واقل نادي فيهم بقاله 100 سنه في الكوره. طيب انا عندي سؤالين. السؤال الاول، نتيجه التحقيق دي هتطلع امتى ولا مش هتطلع؟ هو نادي انبي تم التحقيق معاه، هو والنادي المصري. والنادي الاصلي انبي مثلنا في هذا الامر الكابتن محمد اسماعيل مدير الكوره، والكابتن وليد رمضان المدير الاداري، وبصحبه الشكوى المقدمه. والنادي المصري جه مثله محاميه واحدى اعضاء، يعني انا مش قادر اقول هو ايه بالظبط لان ما عنديش معلومه يعني. تمام. والولد جه وتم التحقيق على انفراد مع جهه انبي، خدوا اقوال وحيثياته واوراقه، وفي نفس التوقيت بعدين على طول المصري دخل وتقدم في الموضوع. طيب